دائماً مع أخبار الصحة. سؤالنا للدكتور هذا الأسبوع كان طلباً للنصح بشأن التعرق الزائد في قاعة الرياضة. مرحبا دكتور، عندي استفسار. أنا بروح على الجيم وعندي مشكلة إني بعرق كثير، حتى لو حملت وزن كثير قليل، فشو ممكن تعطيني حل؟ شكراً. العرق عبارة عن حالة أو إفراز طبيعي من الجسم، وعادة يحدث التعرق مع أي نشاط رياضي، وحتى أحياناً مع الإجهاد النفسي أو الإجهاد البدني، وهذه حالة فسيولوجية طبيعية تحدث لمعظم الأشخاص سواء كأطفال أو كبار. كذلك ممكن يحدث التعرق مع ارتفاع درجات الحرارة. في الواقع العرق مهم بحيث أنه يحافظ على درجة حرارة الجسم، لكن الغير طبيعي لما يحدث التعرق بشكل مفرط، وهذا ما يعرف به فرط التعرق، وهذا قد يحدث في أماكن محدودة في الجسم، على سبيل المثال في الأبطين أو في اليدين أو في الرجلين أو في الوجه، أو ممكن حتى يحدث في كامل الجسم. أغلب حالات فرط التعرق لا تكون مصاحبة بأي أمراض داخلية، لكن في حالات قليلة ممكن تكون مصاحبة ببعض الأمراض الداخلية، على سبيل المثال الأمراض العصبية أو مرض ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، أو حتى مع بعض الناس اللي يتناولون الكحول بشكل مفرط، ممكن طبعا هذه يؤدي إلى فرط في التعرق. كذلك المصابين بالسمنة. طبعا التعامل مع فرط التعرق أو علاج فرط التعرق يعتمد على الأماكن المصابة ويعتمد على شدة الحالة. للحالات البسيطة يكفي عادة استخدام مستحضرات الألمنيوم الكلورايد، مستحضرات جيدة تساعد، لكن إشكاليتها في أنها عادة تسبب تحسس في الأماكن اللي يتم استعمالها. فإذا الشخص كان طبعا مرتاح من هذا المستحضر ممكن يواصل عليه، لكن في حال أنه كان فرط التعرق بشكل كبير خاصة في منطقة الأبطين قد تكون الحالة يعني محرجة جدا للشخص، وقتها طبعا نلجأ للحقن البوتوكس، وهي حقن جدا فعالة ونتيجتها جدا ممتازة، لكن أكيد استمراريتها تكون فقط من 6 شهور إلى 12 شهر، بعد ذلك يحتاج الشخص لإعادة حقن. توجد كذلك يعني أشياء جديدة في مجال فرط التعرق، من ضمنها استخدام أشعة المايكروويف لتدمير الغدد العرقية اللي تكون موجودة، وهذه طبعا ربما تكون يعني نتيجتها لفترة تكون أكثر دائمة. وللحالات المستعصية والحالات اللي تكون جدا شديدة، حتى العلاج الجراحي بقص العصب اللي عادة يؤدي إلى فرط التعرق، لكن طبعا هذه آخر الحلول اللي نلجأ لها في الحالات الشديدة.